لا شك أن حتى الدرس اللغوي إذا جاز لي، أو تعليم اللغة، أي لغة كانت، العربية والفرنسية وحتى الإنجليزية، اللغات الآسيوية، كل اللغات في الواقع ليست هناك لغة أفضل من لغة أو شيء من هذا القبيل. يعني تقنيات تدريس اللغة تطورت، هل تطورها وامتلاك هذه المهارات ديال البيداغوجية ديال تلقين اللغة بشكل لنقول أذكى، بشكل أجود، هو اللي يعطي اليوم نتائج أنه التلاميذ يكونوا يعني نقولوا جيدين، مستواهم متطور في تعلم اللغات كلها الأجنبية خصوصا؟ بالفعل هناك الآن واحد تطور كبير في العملية التلقينية للغة الإنجليزية عبر العالم، وبالتالي حتى المغرب الآن تنشهد واحد التطور كبير. ومن هذا المنبر تنحيي جميع الأساتذة ديال اللغات، ما غاديش نقصي لغة أو أخرى، ولكن جميع الأساتذة ديال اللغات وخصوصا اللغة الإنجليزية اللي تقوم بواحد العمل كبير. الآن كاين واحد التطور، هذا التطور منين يعني شنو هو المنبع ديال هذا التطور؟ هذا التطور جا من نهار بدينا تنفهموا التلميذ، تنفهموا كل تلميذ والطريقة أو النموذج التعليمي اللي تيهتم به. نهار تنفهموا هذا النموذج ديال النموذج التعليمي كما قال الأستاذ، واش هو فيجوال ولا أوديتوري ولا يعني، أو يعني النموذج اللي تيكون يعني يتمركز حول الممارسة. يعني الآن ولينا تنعرفوا المتلقين، تنعرفوا النموذج التعليمي اللي تيفضل، وبالتالي تكون عندنا واحد السهوله باش نوصلوا يعني اللغه او نعلموا اللغه لذاك المتلقين. هذا من جهه. وشاطر راي الدكتور حبيبي لما قال يعني خصنا يعني نحببوا اللغه المتلقين، يعني خص المتلقين يجي ياخذ الدرس ديالو ويكون هو فرحان. يعني هذه من بين المسائل اللي يعني اللي يعني الدرس اللغوي كمتعه موجوده. يعني الدرس اللغوي هو كمتعه، يعني اي حاجه تكون داخل الفصل، وبالتالي تنحاولوا نستغلوها ونخلقوا واحد المتعه، وبالتالي جميع الطلبه تيوصلوا لواحد المستوى. علاش؟ لان تلقى ذاك المتعه، تلقى المتعه في العمليه ديال التلقينيه، في العمليه التعلميه ديال طيب. اللغه، اي لغه، اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الاسبانيه او اي لغه اجنبيه.